أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا الأسبوعي في برنامج فتاوى، دائما معنا شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا دكتور. الله يبارك فيك. ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة هذا الأسبوع التي نتناول فيها موضوعا مهما، ألا وهو الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة، التي لا يصح إسلام المرء إلا بها، كما أنها عمود الدين، وهي العبادة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما أنها أولى العبادات التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة. أهلا بكم مشاهدينا، نحن في انتظار هواتفكم وأسئلتكم التي ستكون إن شاء الله إضافة كبيرة جدا لهذا البرنامج. أرحب بك شيخنا مرة أخرى، ونتحدث عن الصلاة وعن هذا الركن المهم جدا في الإسلام. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كلنا عارفين الصلاة هي عماد الدين، وهي أعظم فريضة في الإسلام. لعظمة الصلاة دي، أولا أنها فرضت من فوق 7 سماوات بدون واسطة جبريل، وربنا فرض على نبينا وعلى أمته 50 صلاة. بعد ذلك ربنا نادى نبينا في الحديث القدسي، قال يا محمد إنهن 5 صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. أصلا نحن نصلي 5 في الفعل، لكن نأخذ أجر 50 صلاة التي فرضت أولا. وكذلك عظمة الصلاة، شوف الصيام مرة في السنة، زول عنده سكر، عنده كده ما بقدر يصوم يطعم، قال ما عندي حق الإطعام، عفو الله عنك، لا عليك صيام لا يطعك إطعام. الزكاة مرة في السنة، زول ما عنده نصاب الزكاة، ما عندي من الزكاة، ما علي زكاة. الحج مرة في العمر، قال ما عندي 200 جنيه أمشي أحج، عفو الله عنه. لكن شوف الصلاة 5 مرات في اليوم، وموضوع عفى الله عنه في الصلاة ما في. ولذلك كل العلماء اتفقوا وقالوا الصلاة ما بتسقط من المسلم المكلف ما دام عقله فيه، يعني مرضان مضبح مجرح ما دام العقل فيه الصلاة ما بتسقط عنه. تسقط منه في حالتين اثنين، الحالة الأولانية بقى مجنون، القلب يترفع من المجنون، الحالة الثانية أغمى عليه، دخلوا عملية 10 ساعات مبنج، أول ما فاق من البنج يقول له صلاة المرض عليك أنت منك ما تقضيها، مما فقت من البنج تصلي، مضبح مجرح دمه ماشي ودوم مليان أنت نجاسة، والدكتور قال له واحد تغير تغسل مكان النجاسة ده، لأن ده العملية بين جسد يصلي، لأن في قاعدة بتقول إزالة النجاسة واجبة مع التذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، بذول عجز أو نسى الصلاة يصلي بين جسد. ودي نقطة مهمة جدا، لأن من اللحظات كثيرين في المستشفى ذول كل عملوا له عملية وهدومه فيه النجاسة وفيه القصر بتاعت البول دي ما بيصل، ما بتصلي مالك، يقول صل بين هدوم مليانات نجاسة. يا أخي أنت صل إزالة النجاسة في حالة القدرة، عجزتك صبي نجاستك تصلي. نعم. طيب نحن كده نشوف بناء الصلاة نفسه، أيوة. كيف يبني المسلم صلاته والأركان التي تقوم عليها هذه الصلاة؟ طبعا الصلاة دي عندها شروط وأداب وأركان، لابد الزول تكون صلاة مستوفية لشروطها. ولذلك الصلاة مستوفية لشروطها تورث في صاحب المهابة والخوف من الله، ينتهي عن المنكرات، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى هنا ده الصلاة مستوفية لأركانه وشروطه وآدابه، والزول بيأديها بخشوعه ويفكر في معنى الآيات اللي بيقريها ويركع ويسجد خاشع لله ومتذكر أنه ربنا مطلع عليه، تنهاه عن الفحشاء والمنكر. هاي دي الصلاة. نعم. طيب نتكلم عن هذه الشروط. أيوة. طبعا أول حاجة الشروط الصلاة طبعا اللي هي تبدأ بالطهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم بدون طهور. يبقى هنا الطهارة شرط في صحة الصلاة. والطهارة هي طهارة الحدث والخبث، طهرة الحدث اللي هي الحيض والنفاسة والجنابة. لابد الزوال، قال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، يبقى المرء انقطع منها دم النفاس تغتسل، دم الحيض تغتسل، الزوال حصل له جنب مرء وراجل لابد يغتسل فرض إجماع العلماء، الداء أزال دل الحال على الحدث. أما الخبث اللي هي البول وأنواع الغائط وأنواع النجاسات، لابد الزول يحترس منها، وخاصة إخواننا البول
ولذلك جاء عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به في القبر البول، تنزه من البول فإن عذاب القبر من البول. ده كيف يا شيخ؟ يعني هنا ده لا حياء في الدين طبعا. نعم. ده من خلنا الموضوع ده، المطلوب من الزول يمشي لما يقعد يبول ما يجيب على حيل يبول. ما ممنوع الوقاف على الحيل تبول، لكن على شرط تتأكد إن رشاش البول ما يجيك راجع. ده إذا كان في تراب رملة، البول بيدخل في الرملة طوال مين، لكن زول بلاط أرض مصلبة على كده الرشاش البول بيجي رايح، عشان كده زول يقعد في الواطة ويلمني هدوم يسمح، ولما البول يجي مارق ما يستحق الاستنجاء لغايه البول ما ينقطع سمعه. بعد البول ما ينقطع في حاجه اسمها الاستبراء. وده اجمع العلماء على ان الاستبراء والاستنجاء فرض. والاستبراء هو اخراج نقط البول التي حصلت من الخزان. وكيف الكلام ده؟ ربنا من قدرته وعظم داخل جسمنا ده عمل لنا خزان، بنشرب الموي، الموي تمشي للكلى، الكلى تاخذ الخلاصه اللي تحت الموي دي تديها للقلب. القلب شوف شغله، باقي الهناد زي تنزل في الخزان ده البول ده بعد اللي هو المثانة ينقب في الخزان ده. أول الخزان ده متملى الزول يحس نفسه إنه مزنوق بول، أول مش يقعد ببول العقل يدي تعليمات للخزان، تواتك بقدرة ربنا إحنا ما جايبين خبر. اتفتح يا الخزان، الخزان فتح البول بوي جماري، البول أول ما مرق خلاص الزول في حالة دي اسمها الاستبراء. الاستبراء طبعا في خزان جوا هنا، في ماسورة من الخزان موصل للخارج، الماسورة دي فيها ثلاثة نقط من البول. الزول مجرد ما البول انقطع ياخد له قعدة شوية كده، خلاص البول انقطع يمسك الماسورة دي من نهايتها يملاها كده مرتين، بس مرتين كده خلاص في الحال يصب الموي في راس الماسورة يتوضى وضوء صحيح تمام. إذا ما عمل كده مجرد البول ما انقطع صب الموي في الثلاثة نقط دي لقي مرقات وقعا بعد الاستنجاء فوضا على الشغل وكله عمله. عشان كده دي نقطة مهمة جدا لا حياء في الدين بالنسبة للرجل وكمان بالنسبة للمرأة. الأحياء في الدين الواحد لما تقعد بعد البول ما ينقطع ما تستعجل لصب الموي، تاخذ لها قاعدة كده جزء من الدقيقة، دقيقة أو نص دقيقة، وبعدين تعمل حركة كده، حركة كده إذا كان في نقطة بتاع البول بتجي مارك. بعد ذلك تستنجي تتوضى وضوء صحيح. لكن مجرد البول ما انقطع لسه ما النقط ما طلعت تستنجي والمشهد تتوضى النقط دي اللي ماركات بوضنا الشعر كلها. دي نقطة مهمة جدا إخوانا نحترز بها. ولذلك إنه جعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يبقى ده الولد ما كان مستتر بوله اللي هو يقف على حيل بول رشاش البول يجي على ملابسه ما يهتم به، يقعد يبول قبل البول ما ينقطع سمع، يقوم يستنجى يمشي يتوضى في الحالة دي النقط دي الوقع بوضا على صلاته. ويوم القيامة بيتعاقب، بيتعاقب بشنو؟ مش بالعمل الأدى اللي بطلان الصلاة. الصلاة دي ما فريضة. العمل الأدى اللي بطلان الصلاة اللي هو عدم الاستبراء. هذه نقطة مهمة جدا. طيب ده بدخلنا طوالي بعد الزول ما يستنجى وطهر يجب انه كمان يؤدي الصلاة بوضوء. بالوضوء طبعا الوضوء برضه فرض، وباختصار كمان نشرح الوضوء من شروط صحة الوضوء إزالة الحائل المانع الذي يمنع وصول الماء إلى الأعضاء. الوضوء إزالة المانع عند الرجال حاجتين اثنين بس، يتأكد تحت الضفور ما في طين، ما في زيت، ما كان زيت فرامل أو زيت تروس إذا كان متعلق بالميكانيكية. أما المرأة لابد تتأكد أن في أربع حاجات في جسمها ما في شات في أعضاء الوضوء. نمر واحد تتأكد ظفور اليدين ظفور الرجلين خليات من المناكير كت. نمر ثلاثة تتأكد، اثنين تتأكد تحت الظفور ما في طين ما في عجين. نمر ثلاثة تتأكد الوش ما فيه كريمات. نمر أربع اليدين ما يكون فازلين جريسلين. في الحاجات دي طبعا قبل ما تبتدي الوضوء تصب اليدين بالصابون، تصب الوش بالصابون، تزيل الكريمات، بعدين إذا كان في تحت الظهور في طين فيه بعود كبير تشيلن وكذا، بعدك تزيل المناكير ما تخلي له. حتى العلماء قالوا شوف الصبيحة السقنكريتي ده لو في نقيطة صغيرة من المناكير وقال الدماء بتسوي شيء ويتفضل صلاة باطلة لكل العلماء. نعم نعم هاي. ناخذ معنا تليفون ونرجع للموضوع ده ثاني. الو مرحبا. مرحبا. وعليكم السلام.
ألو ألو، معذرة معذرة، أتمنى أن يرجع لنا ثاني. نواصل في موضوع الوضوء. أيوه بعد كده خلاص زلنا الحيل المانع. بسم الله الرحمن الرحيم، غسل الكفين، يتمضمض 3 مرات، يستنشق 3 مرات، بعدك يجي الوضوء. وكل العلماء قالوا الوشي ده عنده حدود طول وحدود عرض. حدود الطول من منبت الشعر لغايه اسفل الحنك، والعرض من اللضان لغايه اللضان. ربنا تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. والغسيل في اللغه معناته ريان الماء على العضو. في ناس يجيب له قزازه بتاعت المشروبات لا يدي يتوضا بها، لا، لابد الوضوء يكون تملي بعد ما خلاص تملي اليد موي، ما تمضمضنا استنشقتها، تملي اليد موي وتلم عليه ده، ما تلقى اليدين للماسوره. التبزير ممنوع والتقطير كمان ممنوع. وخير الامور الوسط، تملي اليد موي تلم عليها دي، تشوف من منبت الشعر، تشوف لغايه اللضنين، تشوف العيون. الدور الثاني تلم، ثاني شوف منبت الشعر من فوق لغايه اللضنين، العي، تشوف العيون. 3 مرات، نيل اليدين، زول يمن اليد موي، ينفع اكيد تلقاه المرفق ده يدعك. شوف 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 صلي بين اصابع اليدين، شوف الاصبع ثاني طلع بالاصبع الكبير ده كيف، ثاني تلقاه بايجاد الحفر دي ما نساه، المرفق ده دعك وسمح سمح سمح، شوف شوف خلي بين اصابع اليدين طلع دي 3 مرات، ثاني مسك اليد الشمال، مسك الموي كبه هن، تحقق بايجاد، تلقاه بايجاد الحفر دي ما نساه، اما اللي سمحت الموي 3 مرات، نيجي لمسح الراس كده وكده ترجع الاصابع نصب على الاصبع الكبير يميل من الماء يدخله كده امرقه كده وخلاص. هذا نجي نمسك الرجل، ظهر الرجل، بطن الرجل، الكعب اللي بيوره، نفتح الميه تصل بين اصابع الرجلين لغايه الكعب، الرجل الشمال، بطن الرجل، ظهر الرجل، الكعب اللي بيوره، تم الوضوء الصحيح. نعم نعم. طيب ناخذ تليفون ثاني معنا. الو الو الو، مرحب. الو الو، مرحبا، عليكم السلام. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. دي سؤال شيخ. نعم، انت منو؟ عبد الباقي. عبد الباقي، يا ريت لو بعدت شويه من الزحمه او الجوطه دي. نعم. عشان اسمع كويس. جنبك نعم. جنبك في ضوضاء كده، في طفل بيبكي اظن. حقه تبعد شويه. نعم. حقه تبعد شويه. نعم. نعم. تفضل. يا حسام، لو كنت بتصلي في المسجد جنب زول كبير. نعم. لو كنت في المسجد بتصلي جنب زول كبير. لو شنو؟ قاعد بصلي في المسجد. انت بتصلي في المسجد انت؟ لا لا، ما نتيجة السؤال. ايوه تفضل. كنت قاعد بصلي في المسجد جنب زول كبير. الزول بيصلي في كرسي. انا ما سامع كويس، زول كبير ماله؟ قلت لك قاعد بصلي في المسجد، والزول بيصلي في كرسي، قام الكرسي وقع، قمت رفعت الكرسي ده، قطعت الطلاق، قمت رفعت الكرسي. والله انا ما سمعتك، سمعت يا شيخنا بحاجه؟ ما سامعك انا كويس. نعم. قاعد بصلي في المسجد. انت قاعد تصلي في المسجد؟ انت بتصلي في المسجد؟ ايوه. زول كبير. جم زول كبير؟ نعم معلش ما سمعناك. يبدو انه هو كان داري يقول انا كنت بصلي في المسجد وجنبي زول كبير وقع ورفعته كده، يعني ده المعلومه اللي انا قدرت اخذها منه. طيب باعتبار انه جنبه زول يعني اثناء الصلاه، طبعا زول وقع في الصلاه، ده وقع في الصلاه، الزول اللي لقيته وقع حس بحتاج لازعاف طول في الحاله دي، النفرين بيجي يشيل الزول ده يمشي يرقدوا يعملوا اسعافات اوليه. اما اذا لقوه كده رجلين وجعين وما قدر يتحمل الوقاف ووقع لكن عادي ما نفسه قايم ولا في دوخه ولا شيء، تواصل صلاته، بعد ما وصل صلاته كنت تزعفه. نعم طيب. حسب الحويه بتاعت تقدير الموقف. ايوه. هاي. طيب نحن توضينا الان وضوء صحيح. هاي. وجينا ندخل الى الصلاه. ايوه.
طبعا الصلاة الزول لما يجي في الصلاة يجي مثلا ما يلصق رجلينه ولا يشرهم شديد، يفشك كده زي ده كان اقدر الشكل لك زول. أيوه. لا وقفتك العادية. ونلقيك برجانة هين بتقف كيف؟ وقفتك العادية ما تفشك ولا تلصق رجلين، وقفتك العادية عشان تاخذ راحتك. ليك لما تفشك الرجلين ما بتعوداتك يمكن ما تتحمل. وفي ناس فعلا بتوقف. لا لا وقفتك العادية. وبعدين تعين مكان وضع الجبهة في الواطة وتقيم الصلاة. وإذا كنت ماموم أول ما تكبر تكبيرة الإحرام ترفع اليدين ديل يكون وقفات دغري قصاد الخدين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ارفع اليدين ديل دغري وتعاين وين مكان وضع الجبهة في الواطة وتنوي بنيتك حصل لي شنو ظهر عصر ووقت وقت أداء قضاء طوال طلع تكبيرة الإحرام تذكر أنت واقف قدام ملك الملوك الله أكبر. طبعا لين وصل محلين تقوم تاخذ كف اليمين فوق الشمال فوق السرة تحت الصدر ونظر كل مكان وضع الجبهة في الواطة وتقرا سورة الفاتحة بتريس وتمهل وتفكر في معنى كلمات الكلمات كلمات سورة الفاتحة اللي تقراها. قريت السورة تفكر في معنى آية السورة بعدك تجي في الركوع طوال خدت اليدين في الركب تركع ويكون الظهر مساوى ما تنزل كده سيدي ولا كده لا يكون ظهرك مساوي لخطين وكون بعد موي في ظهرك ما تتدفق وانت راكع اقل شيء تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثة مرات اقلها ثلاثة مرات واقصاها عشرة وبعضهم قالوا 11 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تخلي سواجب عليه حيلة الله أكبر. برضو روح الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيدي على أنفه والكفين والركبتين وأطراف أصابع على قدميه دي سبع أعضاء الجبهة والنخر دي العضو واحد وليسجد لابد يسجد معه الجبهة واحدين يسجد يرفع النخر لا لابد النخر والجبهة يكون متوسطات في الواطة وأنت محيط سمح وإيديك إيديك ديل يكون مستقبلات القبلة مدخلتين في الواطة أرفع الكفين وترفع بطنك من الواطة وتقول قلش انت ساجد سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ترفع جلد بين السجدتين ركن من اركان الصلاه في دعاء كان حفظ تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهديني ما حفظ الدعاء ده تقعد مطمئن ده ركن تجيب السجده الثانيه برضو سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات قال لا الله اكبر تقوى على حيله وهكذا. وبعدين كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال أسكنوا في الصلاة والسكون معناته وخديت يديه الثاني ما تفكين إلا لما تجي للركوع ما تضحك حق الناس كثيرة على واقف في الصلاة يضحك حق فعلا أي ده ما ليه بتبطل الصلاة يا شيخ تقول شنو العمل الكثير سهوا أو عمدا يبطل الصلاة والعمل الكثير معناته الحركة الكثيرة حركة حركتين ما يسوي لكن أكثر من حركتين بيؤدي لبطلان الصلاة بثلاث حركات. طيب مرات في ناس عندهم التلفون بيكون في جيبهم بيضرب كم مرة كده مرتين ثلاثة بيحاول يعمل له صامت يعني في الحالة دي إذا كان دخل يدي في جيبه وطوال قفل بحركة حركة دخل يدي الحركة الثانية قفل يواصل صلاة صحيحة ضرب ثاني ضرب ثاني ثاني برضو إذا كان حركة حركتين ما بيأثر لكن القضية وين دخل يدي هنا ما لقى التلفون هنا دخل يدي في الجيب الثاني ما لقى التلفون التلفون في جيب العراق رفع العراق جلابية ووصل وفي الحالة دي عمل حركات كثيرة صلاة بطلت لا حول الحال شنو يقفل التليفون بعد هو واقف في الصف الله أكبر يعني يعيد يبدأ صلاة من جديد بعد سلام اليوم يقوم تتم صلاة تعتبر نفسه مسبوق لأن الحركات العملية في التليفون أدت لبطلان الصلاة طيب ده خليني أو ذكرني بموضوع التبليغ في الصلاة في بعض الأئمة يا شيخنا يعني الواحد يكون مثلا واقف داري يركع لما يركع حتى يقول الله أكبر أيوة الأنسب أو الأفضل شنو يعني في الأفضل طبعا الإمام أو الفذ أو الحي ركع سبحان ربي العظيم ثلاثة مرات سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فخلي سواقف لما يجي للسجود الله أكبر يعني يبدأ من فوق يبدأ من فوق يقول لك تملى الفراغ الله أكبر لكن في واحدين بعد ما يصل للطاح التاني يقول الله أكبر لكن قال أنت تملى الفراغ ده الله أكبر بعدك ما تمشي واحدة واحد بسرعة معقول عشان لك ما يغلبوك الله أكبر يعني الردي تكون مع السجود هذه طريقة سبحان الله
طيب فيما يتعلق بالطهاره دي، انت قبل تكلمت عن الميكانيكيه والناس اللي بيعملوا في المطاحن وكذا، مرات ملابسهم بتكون فيها زيوت أي كثيره، زيت ده طاهر؟ الزيت ده زيوت طاهر، لكن الاخوان الميكانيكيه اذا كانوا يقعد في الواطه تحت الواطه يدخل تحت العربيه وزيت ولبس الروبر بتاع الميكانيكيه ده. نقول لما تيجي للصلاه انت بتجي بالبيت بجلابيتك وبمنطلونك وبتعلقه ان تلبس البروف ده. لما خلاصي وقت الصلاه املس البروف ده والبس هدومك ويصلي وتعال خدتهم، لكن تمشي بهدومك بتاع الميكانيكيه اول حاجه ما لها نزل، اول حاجه حتوسخ الفريج بتاع المسجد. نمرتين لا بجلابيتي كاويها بقوم اشكيكش منك حالي شغلتني. ايوه حكيت فيك وسخت لي جلابيه شو المكوي بكم والغسيله بكم والصابونه بكم. لا في الحاله دي نصيحه لك عشان ما زول تحرج تسبب لناس حرج ولنفسك حرج، امشي للصلاه البس جلابيه صلي تعال ثاني بس حقه المكانيكي. اشكرك شيخنا الجليل، سنعود اليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج فتاوى بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن، مرحبا بك شيخنا مرة ثانية. أيوة. بدينا حديثنا عن الصلاة وكيفية الصلاة وكيف يؤدي الإنسان هذه العبادة بتفاصيلها المطلوبة يعني. أيوة. برضو دارينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا اللي هي السرعة في الصلاة، في كثير من الناس لا يؤدوا الصلاة بطمأنينة. أيوة فعلا سريع. نعم. جعلنا أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها. شوف ده أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا حول ولا قوة، يسرق من ملك الملوك. يعني ما زي بيسرق من زول. ولذلك السرعة في الصلاة كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه والمسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مش الراجل صلى كما كان صلى ثم جاء سلم ثاني قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ثلاث مرات. في المرة الثالثة قال لي يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم. من هذا الحديث أخذ الأئمة أحكام الصلاة والطمأنينة والاعتدال وأداء الأركان فرض من فرائض الصلاة. يبقى الصلاة بمسرعة دي ما صلاة صحيحة. يبقى الزول بيناجي في ربه لابد يطمئن في صلاته تمام. طيب نحن نأخذ معنا أيضا أنه الصلاة هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الكلام ده أنت ذكرته في البداية. كده نشرح هذا الكلام كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يبقى هنا ده العلماء قالوا الصلاة المبنية على أركانه وشروطه وآدابه وأحكامه وزول بيأديها يكون خاشع فيها متذكر عظمة الله متذكر جلال الله متذكر انه بناجي في ربه في الصلاه ويتدبر الايات اللي بيقراها ويفكر فيها اهدي تزيد خشوع وهيبه وخوف من الله تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبدو الصلاه يقول لك باختصار الصلاه المبنيه على معرفه التامه باركانه وشروطه وادابه تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. بمعنى قلبه يمتلئ بعظمه الله جل جلاله يبقى في الحالة دي خشع في الصلاة برضو خارج الصلاة بيكون متذكر عظمة ربنا لما نفسه تحدث بمعصية ذكر مراقبة ربنا عليه يترك المعصية دي الصلاة مين. نعم نعم. طيب برضو بنستصحب معانا الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا. معناته موقوتا يعني وقتها كل صلاة محدد، مع الشرع يحدد لها مواعيد، يحدد لها وقت دخول وقت خروج. أيوه. يبقى هنا ذول يحرص كله الحرص يؤدي الصلاة في وقتها. وجعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يبقى أفضل الأعمال في الإسلام يا مسلم أنك تأدي الصلوات الخمسة في أوقات. يعني الإنسان يلتزم بالصلوات الفريضة، صلوات الفريضة. طيب فيما يتعلق بالنوافل، النوافل دي طبعا في نوافل اسمها سنن الرواتب وفي سنن غير رواتب. سنن الرواتب معناته السنة التابعة للفريضة، وعددها 12 ركعة. يعني أم حبيبة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بهن قصرا في الجنة. رواه البخاري ومسلم. يبقى دي ال 12 ركعة دي اسمها السنة الرواتب. مفصل في حديث ثاني باختصار انه 4 ركعات قبل الظهر واثنين بعد الظهر بين كم؟ 6. 6. اثنين بعد المغرب بين كم؟ 8. اثنين بعد العشاء اللي هم الشفع بين كم؟ 10. اثنين قبل الصبح اللي هم الراغبين كم؟ 12 ركعة. الواظب على ال 12 ركعة دي ربنا يبني له قصر في الجنة. قبل العصر ما في سنة؟ قبل العصر في مستحب 2 أو 4 ركعات. لكن دي ال 12 ركعة دي اسمها السنن الرواتب. وكتى يدخل بالفريضة ويخرج بخروج الفريضة. يعني ما تصلي الأربع ركعات دي قبل أذان الظهر، لازم بعد دخول الظهر. نعم. طيب فيما يتعلق بالصلاة المغرب، في ناس قبل الصلاة بعد الأذان طوالي يقوموا يصلوا ركعتين. أي دي سنة غير رواتب، سنة مستحبة. اللي هي جاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. فقال: في الثالثة لمن شاء. قال الراوي: كراهية أن يتخذها الناس سنة. ولذلك بعد أذان قبل الأذان ما في صلاة نافلة. أذان المغرب أذن بين الأذان والإقامة في ركعتين سنة اختيارية. هنا المذاهب الثلاثة نسبوا حنيفة الشافعية حنابلة أخذوا بها. لكن المالكية قالوا الركعتين دي يكره مكروهات. ليه المالكية الحديث مع صحيح قالوا؟ لأن الركعتين يؤدي لتأخير صلاة المغرب. وعند المالكية المغرب وقته ضيق، أو قالوا مجرد الأذان ختم الأذان يقيم صلاة طوالي. ما صلى الركعتين. سبحان الله. أخذت بالمزام الثلاث صليت ما فعل. نعم. طيب نحن في هذه الأيام يا شيخنا البرد شديد. وكثير من الناس مرات يخشى أنه يمشي إلى المسجد في الوقت البرد، خاصة صلاة الصبح. أيوة. هل يعني شدة البرد يعني يمكن تكون سبب لعدم الذهاب إلى المسجد؟ لا ما في، نحن لسه ما قاعد بنطلع لشغلنا. يعني بصلى الصبح يجري لشغل، ما قاعدين في البيوت متحركين. يبقى هنا صلاة الصبح ألبس عندك فانيلا داخلية، فانيلا خالية، هنا أي حاجة تتلف بها وتمشي كل المسافة من الجامع للبيت ما بتزيد من 4-5 دقائق. تحملها وأجر عظيم عند الله تعالى. ولذلك يعني صلاة الصبح في الشتاء ثوابها أكثر من صلاة في الصيف. كل ما كان العمل فيه مشقة كل ما يكون ثوابها أكثر. لكن القضية وين؟ إذا في محادثة عندنا تلفون نأخذه ونرجع ثاني إن شاء الله. ألو مرحب. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. الله يسلمك، الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك فيك. من أنت؟ عندي سؤال بالنسبة للشر. نعم. عندنا مسجد في القرية واحد يا أستاذ. مسجد؟ أيوة. ماله؟ المسجد واحد في القرية وبدل من حكم الصلاة خلف من يوم بالعرافين. بتزأل من إقامة الصلاة في شنو؟ خلف منو؟ حكم الصلاة. حكم الصلاة؟ خلف من يوم بالعرافين. بين العواميد؟ حكم الصلاة. حكم الصلاة شنو؟ حكم الصلاة خلف من يوم بالعرافين والدجالين يا أستاذ. الحديث واضح. كده؟ سؤال واضح. سؤالك كده يبدو إنه المخرج بينبه فينا لنقطة ثانية إضافية. ألو؟ ألو؟ قلت شنو سؤالك؟ سؤالي بدل من حكم الصلاة
خلف من يؤمن بالعرافين والدجالين. خلف العرافين والدجالين. ايوه خلف العرافين. كويس. شكرا شكرا. انا قبل فهمت طبعا انه بين العواميد. برضه ممكن اتكلم عن الصلاه بين العواميد في المسجد. نعم الحقيقه السؤال ده مهم. يعني زول عرفت زول ده مشهور بيعمل السحر والشعوذه والدجل للنسوان ويفرق بين الاحبه، مشهور معروف وظاهر حقيقي وفي تجري وفي ثبت الكلام ده. ما تصلي وراه، صليت وراه صلاتهم باطله. لان زول بيستخدم السحر ده عندنا الائمه الثلاثه، الامام ابو حنيفه، الامام احمد، الامام مالك، اجمع على ان اللي بيستخدم السحر يعتبر كافر خارج عن المله. بيتعلم السحر ويستخدم المسلم اللي بيتعلم السحر ويستخدم السحر يعتبر كافر خارج عن المله، يقتل كفرا لا حدا، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلي على ثالث جنازه، ودوا الخلي والصبور تاكله. ده الائمه الثلاث، ابو حنيفه، مالك، احمد بن حنبل. يقتل زول يقتل معروف انه بيستخدم السحر، ما يصلي وراه خالص. عينوا امام جامع، كلم انا سلقنا زول ده ما بنصلي وراه مرقوب، ما مرقوب يصلي في جامع ثاني. نعم. صليت وراه وانت متاكد بيعمل السحر، صلاتك باطله. طيب بالنسبه للسؤال اللي احنا فهمناه ممكن يكون، لكن لمصلحه الناس ايضا لابد انه نقوله، اللي هو الصلاه بين العواميد. العواميد دي طبعا في حاله يوم الجمعه جامع زحمه يجوز الصلاه بين العواميد. اما في حاله الاوقات الثانيه الجامع فاضي واسع ما نصلي بين العواميد. لو صلينا الصلاه صحيحه لكن في كراهه، يقول لك يكره الصلاه بين العواميد في حاله انه في سعه في المسجد. طيب نواصل موضوعنا اللي هو فيما يتعلق بال باقي كلامك اللي هو بديناه نحن قبل شويه. كنا نتكلم نحن عن الصلاه ذاتها في المسجد. ايوه الصلاه في البرد وكده. ايوه في البرد. في البرد طبعا في ناس اليومين دول بيتعلل بيضرب من التليفونات يقول لك انه في البرد قاعد يتوضا. لا، الوضوء ده ما عذر عشان تتوضا البرد، لانه اعضاء الوضوء بتتحمل مقاومه المويه البارده. نحن سلمناش الشغل، وشنا مكشوف ويدنا مكشوفات ورجلنا مكشوفات، لا لابسين شرابات ولا شيء. ليه؟ لانه دي بتتحمل. ما بيتحمل الصدر والراس. يوقع الحالي انت الدنيا برد، ده قدرت تدفي المويه دفي المويه، قدرت تتوضا، لكن ما عذر تقول لنا المويه صارت تتيمم. لا، ما عذر، تتيمم لازم. اما الغسل، نضرب لنا مثال، زول صحى من النوم لقى عليه جناب وجنوب، يقول الحاله دي بدأ يصلي الصبح، نقول له وقال المويه بارده، نقول له ده شيل المويه دي أم يدفيها بالبوتاجاز، وتعال دفيها وادخل الحمام، زيدها من الماسوره، خليها مويه عيناي تتغسل، حصل الصبح صلاه الصبح. ده لازم اي ما يتيمم. طيب الزول ده صح من النوم لقى عليه جنابه ومشي يدفي المويه، لقى البوتاجاز خسلان، يبقى الحاله دي ما عندك اقول لان احنا ما شغالين، ولا اقول نحن في شقه في عماره، يا البوتاجاز يا كده، البوتاجاز خلصان كت ما دقيق مقفل، ذاك في الدنيا ليل، من يدور الفجر طلع، من دار صلى الصبح هذا. لو استحميت بالمي الساقط تسوي له شيء، قال متاكد قبل كده استحميت بالمي البارده دي حصل لي قوح، حاولتها يمكن 15 يوم من بقوح. متاكد بتضرك المي البارده دي؟ قال متاكد 100%. نقول له خالاتي تيمم صلوا الصبح حاضر، بعدك الشمس تشرق الدقيقه تفتح عم يجيب الانبوبه، تعال اغتسل لاستعداد لصلاه الظهر، والصبح صليته بالتيمم ده ما تعيد. طيب لكن برضه نصيحه نقول مثلا، طبعا دي صلاه الصبح دي لابد الزول كمان ما يتجاهل الموضوع ده. الزول بالليل داير يسوي الشغلانه ديك، امشي شوف البوتاجاز فيه خلاص، سوي الشغلانه واستحدنا صلي الصبح. لكن انت قمت تقول ما لقيت البوتاجاز خلصان ما يجي. طيب بالنسبه للتيمم، الزول ممكن يتيمم في البيت ويمشي المسجد ولا لما يصل المسجد؟ التيمم طبعا تمشي، اذا ممكن تتيمم في البيت تصلي عندك صلاة ليل نوافل صلاها قبل صلاة تتنفل. أما صلاة الصبح تمشي الجامع وتدخل للمسجد تتيمم تصلي الرغيبة وتقعد، بعدها قام الصلاة تتيمم تدخل للصلاة، لأنه تيمم النفل ما في صح تصلي بالفريضة عند المالكية. هاي تيمم النفل ما تصلي بالفريضة، لكن تيمم فرض تصلي بالنفل.
تتيمم طيب تصلية الفريضة انتظر شوية، أول ما شفت الإمام قام المؤذن قام مسك الميكروفون يقيم في الصلاة، أطلع برا أمشي تيمم وتعال أخذ الصلاة. لو تيممت مثلا للنافلة في البيت صليتها في البيت اللي هي الرقيبة صليتها في البيت أيوة ومشيت المسجد، في المسجد أتيمم في البيت ولا أتيمم في المسجد؟ لا تتيمم في المسجد لأن التيمم لابد تتيمم تدخل في الصلاة فورية يعني. أي فورية يعني. طيب بخصوص الشتاء انا لاحظت كثير من الناس في الصلوات الصبح بالذات او بالعشاء بالليل بيكونوا ملثمين يعني مغطين وش يعني وشهم من البرد. ايوه يعني الواحد قام مغطي خشمه ونهرته كده وبيكون بس ظاهر الى العيون. لا 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 هل يجوز هذا؟ لا ما بيجوز في الصلاه، الصلاه هنا ده حتى تشوف المراه، المراه دي مش مطالبه في الرايه الثانيه تغطي وشها، في الصلاه تكشف وشها، في الطواف بالبيت تكشف وشها. لو صلت المراه ما غطت وشها صلاه باطل عند كل العلماء. اي يبقى هنا ده ما بالك بالرجل، الرجل يكشف وشه كله حتى كمان ما يخلي الامه مغطي لغايه هنا، لازم الجبهه تكون مكشوفه. اي لابد يسجد فما يكون في الامه ما تكون في ساتر، يعني مثلا لا صلى كده في العمة كده صلاة تنقطع صح. لن تكون الجبهة مكشوفة. يبدو دي رسالة والله مهمة جدا في اليومين دي، انا دي لاحظتها الحكاية دي حقيقة في كثير من المساجد انه صلاة الصبح هو الوقت اللي فيه البرد شديد الناس بيكونوا ملثمين. مش لسمت عين انت في الطريق جاي من طلعت من بيتك الهواء ضربك انت متوضي تلسمت ما عليه، لكن دخلت المسجد اكشف وشك، دخلت المسجد المقفل اليومين دي المكيفات مقفلين. نعم نعم هاي. نعم يبدو انه معنا تليفون. الو مرحب. الو الو. طيب لو ما في تلفون نرجع لموضوعنا اللي هو موضوع الصلاه، ونحن نتكلم حقيقه عن فضل الصلاه في المسجد. أيوة. ودي مهمه جدا جدا. أيوة. انه الناس يعني خاصه اليوم البارد الناس بتكاسل من صلاه الصبح. ايوه ولذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه البخاري ومسلم. يعني دول صلى العشاء في جماعة تكتب له الليل فيه كم ساعة؟ 10 ساعات هو أبو تكتب له كأنه 5 ساعات هو بتنفل. شوف الخمس ساعات يكون صلى كم ركعة نفل تكتب له. والبقى صلوا الصبح في جماعة تكتب له ثواب كأنه الليل كله بتنفل، الليل فيه كم ساعة؟ 10 ساعات تكتب له ثواب. وليه صلاة العشاء 4 ركعات والصبح ركعتين؟ طلع ثواب صلاة الصبح ركعتين أكثر من صلاة العشاء الأربعة، لأنه الجاي لصلاة الصبح أصعب من الجاي لصلاة العشاء. صلاة العشاء صاحي وسمع الأذان في بيته توضى مش، لكن أنت أشوف صلاة الصبح وخاصة من دين متغطي بالبطانية دفيان يسمع الصلاة خير من النوم، فل يفل البطانية ويقوم طوال يقتحم الماسورة يتوضا ويمشي يجي المسجد، ده معناته ايمان قوي. نعم نعم اصباغ الوضوء على المكاره. طيب معنا هاتف. الو الو مرحبا فيك. يا مرحبا. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. يفتح عليك. نعم الو. اهلا وسهلا. والله يا شيخ طبعا عندي مشكله يعني بقرا واحفظ، يعني حي بقرا واحفظ وبضيعني من راسي، بدات انا بلقى نفسي نسيتها. بتحفظ؟ هاي يعني في القراية. أيوة هاي قال لك بحفظ القراية اللي هي المذاكرة ولا قراية القرآن؟ والله كان قرآن بأي حاجة يعني بحاول أحفظه كده وأكتبه مرات، أكتبه مرتين 3 مرات. أنا بقى ألقى نفسي بعد يعني فترة كده بلقى يعني نص ساعة ربع ساعة كده بلقى نفسي نسيتها. نسيتها؟ هاي يعني عندك النسيان يعني؟ هاي النسيان يعني. أيوة ده السؤال كده، إنك بتنسى كتير يعني. أيوة. طيب كان عندك سؤال؟ لا لا شكرا جزيلا. يبدو انه المساله دي ما هو براه، كثير من الناس قاعدين ينسوا يعني ينسى اي حاجه، يعني لو قال اي حاجه قال ما بيتذكرها يعني بسهوله يعني ينسى يعني. طبعا دي طبيعه الناس، برضه الناس اذكياء وحنين كذا وكل ذول ما ادوا قدر فهم، لكن ذول اللي بينسى ده لابد انت حفظت لك نص، لو كان بيت شعر او ايه او حديث لازم تكرره كذا مره، مش قريته خلاص حفظته المره دي قريته تمام تتركه خلاص، لا لازم تقرا كذا مره عشان يثبت، تكرر كذا مره. مثلا تحفظ لك صوره من صور جزعمه مثلا او اي سوره او ما كم ايه من سوره طويله تقراها كذا مره، تقراها كذا مره، تقراها كذا مره، تقراها كذا مره، حفظتها تكفل المصحف تقرا، لقيتها لسه لقيت تفتح المصحف تاني تفتح المصحف خلاص قريتها، بقيت قريتها كذا مره عن ظهر القلب، يبقى تاني كل يوم تكررها
لمدة 10 يوم تكرر، بعد ذاك ثاني ما حتتنسي منها. أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعاهدوا هذا القرآن والذي نفسي بيدي إنه لشد تفلتا من الإبل في عقولها. وكمان عشان يساعدك على الحفظ هنا ربنا تبارك وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هنا العلماء قالوا التقوى تعلم الذل عن الأدفع على أن تقوى الله تزيد في الحفظ والعلم. نمرة اثنين ترك المعاصي، إن الزول يفكر وهل أنت مرتكب لك معصية كبيرة. لأن عندنا هيدا في قصة مشهورة عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان ربما العلماء ديلك على السلف الصالح عندهم ذكاء عجيب. كان يقرأ الكتاب في ليلة واحدة يحفظه. مرة واحدة يقرأ يحفظه. سبحان الله. بقى مرة من المرات بقى يقرأ ما بيحفظ. الحكاية شنو؟ وكيع اللي هو الشيخ بتاعه من كبار العلماء الإمام وكيع في درجة الإمام الشافعي. شكل وكيع قال يا شيخنا أنا كله زمان بقرأ الكتاب أحفظ استبقيت أقرأ ما بعرف. قال يا ولد ده لازم ارتكبت المعاصي. هاي تفكر فكر ارتكبت عم توب عشان تحفظ. الإمام الشافعي قاعد يفتش يعني مرتكب معاصي شنو؟ أفتش أفتش ما لقى إلا قال ذكر لما يطلع من بيته ماشي لمحل العلم لو قابلته مرة ماشي بالشارع ده نظرة ايوه اي طوال ذكر بس المعصية دي النظرة دي سبحان الله. اي بعدين قام ألف لي بيت شعر من نفسه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يا سلام وفعلا دي فيه حكمة عجيبة. أي أي أي. وعرفت أن يكون يعني المستمع أو المشاهد قبل شوية أدانا هدية والله مهمة جدا. يا ريت يعني تجي الأسئلة زي دي يعني ده سؤال كان مفيد بالنسبة لنا وبالنسبة للمشاهدين. طيب نحن كنا نتحدث عن الصلاة قبل السؤال وصلاة الجماعة. حقيقة برضو من الملاحظات انه في ناس عندهم زوايا. ايوه تلقى مثلا زوج قدام بيته او في المصطبة او في الدكان تيجي صلاة المغرب يجهز مكان الصلاة وكده يعني. أيوة. والمسجد يكون مرات ما بعيد يعني. ايوه يعني هل يعني هل المسألة بتاعت الصلاة الجماعية دي اجرى واحد في المسجد أيوة. وفي الزاوية؟ ايوه وطبعا في الحال اذا كان مسجد قريب احسن تمشي المسجد. لكن مسجد جبدة وفي ناس كبار في السن واليومين ده ظهرت كمان وجع الركب كده وكده إذا ما عليش ممكن يصلي مع الزولدة في برشو والناس النشيطين في المسجد وده يصلي مع الزولدة في برشو يجوز ويأخذ سواء صلاة الجماعة. هي صلاة الجماعة في أي مكان انعقدت من راجل ونفرين يعني يأخذ 27 درجة. لكن كلما صلي في المسجد سواب أكثر من الصلاة في الزاوية. الصلاة في المسجد العتيق أكثر من الجديد. الصلاة في المسجد الناس كتار أكثر من الصلاة ورا الإمام الراتب أكثر من بيعظموا صلاة بعد ذلك. وده السؤال اللي درس لك ليه؟ لأنه في ناس بيجوا بيلقوا الإمام خلاص في الركعة الأخيرة وجلس عشان التشهد الأخير بيقولوا انتظروا مثلا يكونوا جماعة عشان يصلوا برامج. هل يدخلوا مع الإمام؟ أيوه هنا لما قال أنت دخلت المسجد لقيت الإمام في أي حالة من حالات الصلاة تقف في الصف وتنوي نية وتعمل تكبيرة الإحرام الله أكبر وتروح تنضم للإمام لقيته راكع تركع لقيته ساجد تسجد لقيته قاعد يقرأ في التشهد تقعد. مجرد فرضنا جيت لقيت الإمام إذا أكدت ده التشهد الأخير تقف في الصف وتعمل النية الله أكبر كبرت ومجرد ما قعدت الإمام سلم أنت تقوم تصلي صلاتك كاملة لكن ما تسلم تقوم تتم تكون دخولك مع الإمام قبل الصلاة عند المذاهب الثلاثة أخذت 27 درجة أبو حنيفة الحنابلة الشافعية الحنابلة تأخذ 27 درجة مجرد دخولك في الإمام في التشهد الأخير. أما المالكية قالوا ما بتأخذ 27 كلها تأخذ جزء تأخذ 27 لو حصلت لك ركعة كاملة. لكن الثلاث المذاهب الثلاثة قالوا مجرد دخولك مع الإمام حصلت 27. وفي نقطة مهمة جدا ننبه عليها يا اخوان. في مثلا واحد يلقى الإمام راكع ودخل المسجد لقى الإمام راكع خالف خايف الركعة تفوت يجري منه دود 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 الله أكبر. هذه ندى العلماء المذاهب الأربعة قالوا إذا كان ميلك للركوع أكثر من القيام في الحال الصلاة بطلت. يعني لأنه من فريضة الصلاة النية وتكبيرة الإحرام والقيام له. إنك تيجي لقيت الإمام راكع ما تستعجل تقف في الصف تعمل نية كبرت الله أكبر بعد ذاك الله أكبر.
حصلت الإمام راكع عند المذاهب الأربعة اتحسبت لك الرقعة. أنت راضي والإمام رافع فاتتك الرقعة دي تبع السلام لمت توصل لها. لقيت الإمام راكع جار دد 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 الله أكبر. في الحالة دي أتيت بجزء كبير من تكبيرة الإحرام أنت راكع. يبقى صلاة بطلة. دي نقطة مهمة جدا يا شباب ننبه عليها. نعم كثير من الشباب بيعملوها. نعم فعلا. طيب فيما يتعلق بالمسبوق نفسه، في ناس لما لو فاتوه في صلاة المغرب مثلا بركعة أو ركعتين لما يقوم عشان يجيب الركعتين ديل، ايوه في ناس بيقروا سر وفي ناس بيقروا جهر. اي هنا الامام مالك عنده قاعده بتقول ما ادركته مع الامام فهو اخر صلاتك، وما فاتك فهو اول صلاتك، تقضي الاقوال وتبني الافعال. طيب ده نطبق الكلام ده كيف؟ قاعده الامام مالك دي اللي انت حصلت الركعتين الاخيرات من صلاه العشاء، الامام سلم انت قد دخلت معه في الركعتين الاخيرينات وصليت الركعتين معه، الإمام سلم، أنت بالحالة دي فايتك ركعتين، الركعتين اللي حصلتين مع الإمام ياهن آخر صلاتك، والفاتك هو أول صلاتك، تقوم تجيب الركعتين اللي فاتنك ديل بالفاتحة والسورة والجهر، وتركع وتسجد وتقرأ وتشهد وتسلم. الإمام الشافعي عكسه، قال ما أدركته مع الإمام فهو أول صلاتك. وما فاتك فهو آخر صلاتك. يبقى الإمام مالك تجيب الركعتين لحقات العشاء اللي فاتنك ديل تجيب الجهر. الإمام الشافعي قال تجيب السر. حتى برا الإمام الشافعي ماشي، حتى برا مالك نعم ماشي. طيب فيما يتعلق بالاقتداء بالإمام، أنا لاحظت إنه في أئمة بيقبضوا، في أئمة بيسدلوا. أيوه. طيب وتلقى الناس المأمومين مختلفين، فيهم ناس يسدلوا وفيهم ناس يقبضوا. أيوة. طبعا هن ده عندنا المذاهب أربعة، أبو حنيفة، الشافعية، الحنابلة، قالوا القبض سنة وأخذوا. بس المشكلة وين؟ عند أخواننا المالكية. المالكية عندهم ماخذين في حديث أو رواية عن الإمام مالك، والإمام مالك كان مقتدي بأهل المدينة وكذا، قالوا كان بيسدل رواية واحدة بالسدل. وأنا تابعت أكثر تلاميذ الإمام مالك بالقبض. ما دام المذاهب الثلاثة قالوا القبض سنة، ولا أكثر المالكية قالوا القبض سنة، يبقى نحن الرواية حكاية يسدل دي نخليها نقبض زي الثاني. لكن فرضنا ذو السدل صلاة باطلة، صلاة ما باطلة، مستحب من السنة المستحبة. إنك زي ما الرسول فعل عمل، الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام كبر تكبيرة الإحرام، وضع كف اليمنى فوق كف اليسرى فوق الصدر، فوق السرة تحت الصدر. ده حديث ثابت. مثل القضية وين؟ قضية الخلاف بعض فقهاء المالكية قالوا بالسدل، وأكثرهم قالوا بالقبض، المذاهب الثلاثة كلهم قالوا بالقبض. طيب برضو من الملاحظات، نحن ممكن يكون قياسا علينا نحن في العاصمة أكثر الناس الآن ازدحاما، الشوارع المزدحمة، بيكونوا في الطريق وفي الكباري أحيانا بيكونوا يعني المغرب يدخل. أيوة. وواحد لما يصلي قريب العشاء أو العشاء يأذن. أي صح. طيب كيف يعني يصلي في هذه الحالة؟ المطلوب انت مثلا نزول ماشي من الخرطوم لأندرمان والمغرب قرب، في الحالة دي يا تنتظر تتوضأ وتصلي المغرب وتواصل حتى تمشي، يا اما تتوضأ وتتجهز تمشي في اقرب جامع زليك المغرب بين أندرمان والخرطوم، اقرب مسجد تصلي فيه المغرب تواصل. اي لين صلاة المغرب وكذا ضيق. ده المطلوب يحصل كذا. اما اذا كان قلت هنا لا بد ان تعمل، لكن تطلع المغرب الليل تقول ماشي مدرمان وطلعت بدون وضوء تقول مش اصلي قدام زحمه المواصلات توصل مع اذان العشاء، لا. يبغى نحرض على صلاة المغرب. والرجال اكثر الرجال الحمد لله قاعد يسووها. لكن القضيه وين اخواتنا النساء؟ وعندنا النساء طلعت ما بترجع الا طلعت من بيتها بتصلي ترجع البيت. يمكن تفوت لها وقتين ثلاثه. طيب لكن انت لما تكون راكب مواصلات يا شيخنا بتاع الحفله ما بقي فيك عشان تصلي. دي كمان القضيه حقتها، عشان كده انت لو مشوارك ده ما مستعجل انتظر صلي المغرب في جامع في بيتك او في جامع جنب بيتك واركب المواصلات. طيب ممكن الزول يصلي في الحافله لو هو مثلا متوضي جاهز؟ لا لا صلاه الحافله دي داخل البلد، لكن فرضنا انت مسافر من الخرطوم للبيض. وجاء وقت الصلاة يا السواق أجيب لنا نصلي الظهر العصر، العصر قرب الشمس خلاص، العصر الشمس قربت تدخل يعني وجيب نصلي العصر، لا ما يجيب يا السواق يا الركاب ما يجبرون الناس، قال يا أخوان نصلي قدام، الناس كثيرين كانوا يهتموا بالصلاة واقفوا على كلام السواق نصلي قدام. وفي الحالة أنت ما دار تصلي العصر ومتوضي جاهز ممكن في البص تصلي. نعم جزاك الله خير شيخنا، هو الموضوع فعلا طويل ويحتاج إلى وقت، لكن نكتفي بهذا القدر من موضوعنا حول الصلاة
الذي كان موضوع حي وكان فعلا فيه إفادات كثيرة جدا من شيخنا الدكتور محمد أحمد حسن. نشكركم مشاهدينا على المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.